أنا مزارع بطاطا من أكثر من 10 سنين، ولما إجا مشروع الفاو وطرح موضوع أنه موضوع بيئي، موضوع الكلفة على المزارعين وإنتاجية تقريبا مشابهة، أنا كنت من أول المشجعين والمشاركين فيه. حبينا نتعاطى مع هالبرنامج لأنه عم يستند على معلومات، على شيء واقعي. ما في عشوائية، نبدأ بفحص التربة، شو بحاجة التربة، شو بدنا نزرع تنعطي على ضوء الكمية المطلوبة وتناخد النتيجة. كنا نفوت بكلفة يعني لنجي تنسمي الدنم الأرض نوصل فيه لل 280 كيلو مشكل بالأسمدة بين فلشي ونترات وسلفات وعشرينات وبوتاس ونوصل لل 280 كيلو. بينما بفضل الإرشادات اللي خدناها من منظمة الفاو خفضنا قيمة 50% من هاي الكلفة. كنت عم بكب مصرياتي كب بلا طعمة، يعني هالنبتة اللي عم بحاجة لا 80، إذا حطيت لها 160 ما رح تاخدهم، أنت عم بتكبهم، يعني يبقوا بالأرض، يعني يعملوا يعني يتحولوا يمكن لأملاح ولا ضرر بلا طعمة، وأنا خسرتهم، دفعت حقهم بلا طعمة. نحن هذا المشروع يعني استفدنا، وفرنا على جيبتنا، وفرنا على البيئة ضرر من قصة زت هالأسمدة بأرضها بلا طعمة. وأنا بشجع كل إنسان يتبع هاي هالخطوات اللي أعطوني إياها.